استغرب من عدم استجابة وزير التربية لمطالب النواب داخل مجلس النواب، واستغرب اكثر من ذهاب بعض النواب الى وزارة التربية، خصوصا في ظل هذه الكارثة التي حدثت والفضيحة التي حدثت. كان يفترض ان يستجيب وزير التربية لمطالب اعضاء مجلس النواب، وانا شخصيا يعني طالبت من الإدعاء العام بتحريك دعوة ضد وزير التربية ووكلاء ومدير يعني المراكز، لكن مع الأسف لحد الآن أيضا لا يوجد أي استجابة. فلهذا يعني مع الأسف نحن في وضع مزري في العراق، يعني عندما يكون الأمر متعلقا ب مصير طلبة وأجيال المستقبل لا أحد يكترث لهذا الأمر. لو كان الموضوع يخص جهة سياسية معينة لا كان هناك مطالبات أقوى وهناك استجابة لهذه المطالبات.